الهشاشة البيئية والمناخية للنساء موضوع ندوة قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سلط فيها الضوء على مظاهر الهشاشة البيئية والمناخية للنساء في تونس من خلال دراسة حالات في مختلف جهات البلاد، أين أظهرت النتائج أن النساء يتأثرن بشكل لا متكافئ بالأزمات البيئية والمناخية، وذلك نتيجة لوضعيات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كي نحكيو على 70% من المجتمعات الفقيرة في العالم نساء، نحكيو على 60% من الجوع في العالم من النساء، كيف كيف 4 على 5 نازحين أو مهاجرين مناخيين في العالم هم نساء، وفي حالة الكوارث الطبيعية فإنه حسب الأرقام تاع الأمم المتحدة فإنه احتمالية أنه النساء هم اللي يموتوا في الكوارث هذه هو 14 مرة أكثر من الرجال. دونك النساء في العالم مصنفة من الفئات، النساء والأطفال مصنفين من الفئات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للخطر في حال التدهور البيئي والمناخي. دراسة أبرزت وضعية الهشاشة المركبة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء في مناطق مختلفة من البلاد في ظل غياب برامج وتشريعات تعزز صمودهن في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة. نحكي لهنا على صمود النساء في الأرياف في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على موارد رزقهم، ولهنا نحب نذكر الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية الصادرة عن وزارة المرأة سنة 2023 واللي ضروري أنها تتفعل، توفير التغطية الاجتماعية والصحية اللازمة خاصة للنساء العاملات في مختلف المجالات وعلى رأسهم المجال الفلاحي، تعزيز الصمود المناخي للنساء الفلاحات وذلك بدعم الممارسات الزراعية المستدامة والمتأقلمة مع أزمة الجفاف ونقص الأمطار، إضافة إلى ضرورة تبني مقاربة النوع الاجتماعي في استراتيجيات مكافحة التغير المناخي. تقرير كشف وضعية اللاعدالة بين الجنسين والتي من شأنها تكريس الأوضاع الهشة، حيث يصعب وصول النساء إلى مواقع القرار والحصول على التمويلات، بالإضافة إلى ما يتهددهن من مخاطر ناتجة عن تدهور الوضع البيئي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتلوث الهوائي. خطوة من المجتمع المدني التونسي تسير بمحاذاة خطوات من السلطات التونسية لتقليص فجوة التهميش في حق النساء الأرياف على وجه الخصوص، في وقت ينتظر فيه الكل تعاونا مثمرا بين القطاعين العام والخاص لمصلحة واحدة ومشتركة. إينس فرادي، اليوم، تونس.